مسجد السلام تم اختياره على النظام التركي العثماني، تم عمل زخرفات داخلية بصناعة خليلية، السيراميك مكتوبة بخط اليدوي الكوفي اليدوي في مصنع زجاج الخليل، وهو يعتبر من أقدم المصانع، عبارة عن طابقين بيسع ل 1500 مصلي. تم عمل الزجاج عن طريق الرسم اليدوي بأيدي خليلية كمان. الحمد لله مجموعة السلام هي قائمة على المسجد وعلى الموظفين من مؤذن وإمام للمسجد. المسجد هو عبارة كما قلت عن تحفة فنية إسلامية رائعة. يأتي الناس إلى هذا المسجد وخاصة في شهر رمضان المبارك، يعني يكاد لا يكون مكان لقدم في هذا المسجد، طبعا في صلاة التراويح وفي الصلوات الأخرى يأتي الناس إلى هذا المسجد، يمتلئ هذا المسجد بالمصلين. نشاطات المسجد طبعا هناك تلاوات للقرآن، هناك دروس وعظية، هناك دروس فقهية في هذا المسجد المبارك. أيضا في شهر رمضان المبارك هناك برنامج كامل متكامل لهذا المسجد المبارك، طبعا بحضور ثلة من العلماء. هناك محاضرات وندوات تحدث في هذا المسجد، ندوات فقهية، ندوات يحتاجها المجتمع في هذا المسجد المبارك. أيضا هناك دورات وحلقات لتحفيظ وتعليم القرآن وتجويد القرآن الكريم. أيضا هناك تحدث في هذا المسجد المناسبات التي لها علاقة بالزواج، وفي بداية الزواج طبعا من طلبة أو مثلا ارتباط زواج يحدث في هذا المسجد كثيرا حدث. طبعا هذا المسجد يعني كما قلت هو من أحد أشهر مساجد مدينة الخليل على الإطلاق طبعا، ويعتبر رمز في مدينة الخليل مسجد السلام. عندما نقول مسجد السلام فأنت تتكلم عن رمز في مدينة الخليل. يعني هو المسجد خالص للعبادة، هو لوجه الله تعالى أولا، ولكن بصير في تحفيظ للقرآن للأطفال، بصير في عنا نشاطات جايين شهر رمضان المبارك الشهر الجاي إن شاء الله، بصير عنا نشاطات ثقافية دينية تربوية. منحاول إنه يكون هو مسجد متكامل ديني ثقافي تربوي لتربية أجيال قادمة إن شاء الله على القرآن الكريم. المسجد والله جيد ومحترم ومرتب ونظيف وقريب كويس لسكان أهل الحي، هون قرب عليهم المسافة عن المساجد الأخرى، تقام فيه صلاة الجمعة، والمسجد مرتب ونظيف زي ما انت شايف، كل خير بيصير فيه. مسجد صحيح انه فيه كل الخير في قلبه، يعني زي ما تقول محبين كتار بيتجمعوا بيصلوا التراويح والحمد لله بيتعاطفوا مع بعضهم في الأخلاق وفي كل شيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني بتقدر تستحضر أكثر ذكريات بتكون سعيدة في أيام رمضان المبارك، لأنه بكون المسجد مليء بالناس وبالمصلين أكثر بالأيام الأخرى. سبحان الله، صليت في عدة مساجد أنا قبل ما أذن في المسجد هذا، له رونقه الخاص، له شعائره الخاصة، التراويح لها مذاق خاص، روحانيات خاصة، خصوصا ليلة القدر مع الشيخ معتز أبو سنينة، ذات طابع إيماني بحت. يعني المسجد من أوسع مساجد الخليل تقريبا، والله أعلم تقريبا دونم ونص مساحته، مكون من طابقين، بتسع لألف 1500 مصلي. دائما في رمضان في التراويح وبأيام الجمعة دائما بيكون ممتلئ عن بكرة أبيه، حتى الناس بتصلي في خارجه لكثرة الإقبال عليه. في بالإضافة إله باركينج لجميع السيارات، بتسع لسيارات كتيرة. في كمان على نفس المساحة مستوصف صحي أسمعيات السلامة الطبية. طبعا كل فرد من الحي بيكون له دور معين. إحنا صراحة محظوظين مع الجيران لهذا المسجد كونهم بيهتموا. في عنا لجنة نظام للمسجد بتحافظ على الترتيب، لجنة نظافة بيساعدوا إمام المسجد والمؤذن في تنظيف وترتيب المسجد. فيعني كل فرد من الحي للمسجد بيساعد بقدر المستطاع. كان في المنطقة هذه مسجد الأنصار ومسجد عائشة أم المؤمنين، هذول يعني أقدم تقريبا مسجدين في هذا المكان. طبعا بعدهم بيجي مسجد الزهراء هنا في عين عرب، وهذا المسجد طبعا يعتبر في وسط مدينة الخليل. هذا المسجد كما قلت يعني يأتي إليه المصلون من كل مكان. في شهر رمضان المبارك يأتي الناس إلى هذا المسجد من جميع مناطق مدينة الخليل، وأنا لاحظت يعني معظم الناس تأتي إلى هذا المسجد خاصة في صلاة التراويح من كافة مناطق مدينة الخليل، وهذا شيء يثلج الصدر حقيقة. وإنه يعني سبحان الله الناس تأتي إلى المسجد عندما ترتاح للمسجد، ترتاح لبيئة المسجد، ترتاح لنظافة المسجد، لإمام المسجد، لمؤذن المسجد، فهذا الحمد لله كله متوفر في هذا المسجد. Thank you.
ضحوك السن للعاشق رماه الله الله بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.